أنت عم تشتغل؟ ما رح تقدر تخبي عني، أنا بكون أمك بالنهاية، وبعرف منيح أنك متضايق. بعرف أنه الشي اللي عمله ساقار وغانغا كان غلط كبير، وصعب تنسى هالشي بسهولة. بس يا ابني، بولكيت لساته شب، وهو بحاجتك جنبه وبحاجة لدعمك بهيك قصة. إذا أنت أبوه ما دعمته، فمين رح يدعمه ابني؟ لهيك أنا عم أطلب منك اتجي معنا بكرة، وبتمنى أنك تكون بتعرف سبب رحلتنا. رح تجي مو هيك؟ ولازم تعرف أنه أنا دائما جنبك. بعرف، مادفي خبرتني. نيرو يا ابني، انت عقلك كبير كتير، وبتعرف حالته النفسية لبولكيت كيف بتكون. وسالوني كسرت له قلبه وخاطره، تخلت عن وعدها وتركته، بس مع الوقت رح نحاول نساعده لحتى هو ينساها على الآخر. نيرو، وبظن إنه حتى أنت لازم تنسى اللي صار. كمان أنا ومرتك وساقار عم نبذل جهدنا، بس بدنا إياك تكون معنا، لأنه ما حدا بيقدر ياخد مكانك أبداً. وافق يا ابني، بترجاك تجي معنا، ما رح نقدر نروح بدونك. أنا أفكاري كتير مخربطة أمي، وبحياتي كلها ما حدا زلني هيك. بعرف شعورك نيرو، وحاسة فيك، وأي شي بسيط بيصيبك بيجرحني مثلك ويمكن أكتر. لهيك أنا عم قلك إنه أنت أب، ولازم تتفهمه لبولكيت، ولازم توقف معه، ولا تقصر بأي شي تقدر إنك تساعده فيه. مفهوم؟ هو كتير بحاجتك، وأكيد في شغلات ما بتصير إلا بوجودك أنت. فخلي ببالك إنه نحن رايحين رحلة، وهالرحلة رح تكون مفيدة إلنا، ورح نكون كلياتنا موجودين مع بعض مثل ما بدك أمي. شكراً.